أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا وهذه الحلقة من البرنامج والتي نقدمها لكم اليوم من داخل سوق أسوان للخضر والفاكهة. خالد ابو ربيع، يعني النهارده احنا في داخل شادر اسوان لسوق الخضر والفاكهه الجمله، هنا نتكلم عن مثل يعني مثل هذه الايام من الموسم من السنه، هل دي تعتبر معدلات طبيعيه ولا الحركه اقل من السنوات السابقه؟ يعني السنه دي الحركه اقل شويه، الظروف اللي انت عارف العمله وال نفس ظروف الناس، يعني السحب دخول المدارس، يعني نفس الوقت التوقيت ده بيتغير كل سنة، بيتغير كل سنة عشان الوارد عندينا. يعني لا، يعني ظاهرة عدم السحب دي هي في مثل زي الأيام دي من كل سنة بتحصل معاكم؟ ده طبيعي، ده طبيعي، ده آخر الصيف أو آخر الموسم بتاع الصيف، بداية موسم الشتاء على دخول الخريف بتاعنا، فبيكون طبيعي الأمر ده، بيكون في انحدار في السحب وفي المستوى بتاع البيع والشراء والكلام ده. يعني تودع موسم صيفي، بتستعد بقى الزراعات حاليا تنزل على الموسم على الشتوي، على الشتوي ان شاء الله. طيب نقول ايه السلع المتوفره النهارده عندك في الشادر هنا سواء كان خضر او فاكهه؟ بالنسبه للخضر يعني هو متوفر كل حاجه، تعتبر كسلعه صيفيه هو متوفر كل حاجه. ما فيش سلعه موجوده؟ لا لا لا، مش فيش، صعب انك تلاقي موجود يعني. بس المشكله في الكميات. الكميات كميات وكميات السحب. كميات السحب الموجوده. طيب نتكلم عن هل في سلعه زادت يعني اليومين دول زادت زياده غير متوقعه، ما كانش متوقع عليها الزياده بتاعتها مثلا؟ زي ايه؟ زي البطاطس مثلا والبصل بمعنى اخر. السعر بتاعها. ما السعر بتاعها طبيعي، التصدير شغال، العمله الصعبه بتخلي السعر بياثر على العمله المحليه اللي داخل عندي انا. انا بصدر الكويت، اصدر بره للخليج، اصدر للخارج، السلع دي لما بترجع عندي انتاج محلي انا بيكون بيأثر على الاستهلاك المحلي. وبالتالي ده هو اللي يعني احنا السنه اللي فاتت زي كده البصل كان الكيلو ب 5 جنيه للمستهلك بره يعني. ايوه تمام؟ عندنا جمله بتبيعه ب 2.5 و3 وكده. كان. لكن النهارده انت بتبيعه ب 18 وب 20. اتغير، مش انا اللي ببيعه. هو بتحكمني بعض عوامل. زي عمليات النقل، تحميل، النوالين، عمليه نقل العربيه اللي بتشيل السلعه وتجيبها لي هنا اسمها نولون عندنا في شغلنا احنا. فالنولون ده غلي، علي شوية، المحروقات أثرت على السعر بتاعنا احنا، البترول، البنزين، الجاز، الكلام ده السعر بتاعه علي، فبيأثر على أي سلعة، النقل وعملية النقل والتحميل. أنت عندك في أسوان مفيش سلع يعني زراعات هنا في أسوان، سلع بتتباع هنا من زراعات إنتاج أسوان؟ أسوان للأسف دولة، أسوان للأسف مدينة أو عاصمة مستهلكة، احنا مستهلكين للخضر والفاكهة.
مش محافظه مستهلك. احنا اكتر من حاجه بنزرعها القصب السكر في اسوان، والبعض الزراعات اللي هي كاعلاف يعني للناس اللي بتربي الماشيه، لكن خضر وفاكهه عندنا احنا هنا لا. موسم المانجا عندنا بس اللي بيكون فاكهه، وبعض الموالح مش عندنا في اسوان نفسها، ادفو او كومومبو. لكن احنا اسوان مدينه سواء في ادفو او كومومبو يعني تعتبر قريبه، ما فيهاش الزياده بتاعت النقل زي ما بزرعش. انا ما بزرعش سلع استراتيجيه في اسوان هنا. يعني انا كبيت عندي عايز بطاطس، عايز بصل، عايز طماطم، دول ثلاث حاجات اساسيه عندي انا. ما بزرعش الكلام ده عندي انا. انا بزرع قصب سكر اكتر حاجه، اقرب حاجه جنبي مدينه، برضه مش سلع استراتيجيه بالنسبه لاي بيت. اي بيت محتاج السلع الاساسيه للاكل. علشان كده اسعار الخضر والفاكهه هنا في اسوان غاليه شويه. ما احنا بعيد من مكان الانتاج. احنا مكان الانتاج بعيد من اغلبيه الانتاج ده بحري. البطاطس دي بتكون مخزنه في ثلاجات من شهر 5 في وجه بحري، مش عندي انا. اقرب زراعه لي انا كزراعه زراعه المنيا، بطاطس المنيا. لسه بطاطس المنيا في شهر 11 عشان ينزل الانتاج الجديد شتوي في شهر 11. الانتاج الموجود ده بتاع الثلاجات. الثلاجات ده. ومع ذلك سعرها برضه مرتفع شويه. مرتفع عشان التخزين والتبريد والثلاجات وايجار الثلاجات والكهرباء والكلام ده كله ده عليهم. بيتحمل على السلع نفسها. لكن هي البطاطس من السلع اللي هي يعني ممكن تقعد عندك، يعني شايف ممكن تقعد يوم اثنين، انت بتجيبها بكميات كبيره ممكن مش شرط تطلع اول يوم ثاني يوم ثالث يوم زي بعض السلع اللي لازم تطلع خلال 24 ساعه و48 ساعه بالكثير. لا البطاطس والبصل دي حاجات يعني جافه. الحاجات اللي تكون تكون موجوده في المحل، غير اللي هو مثلا العنب لازم يطلع عندي، موز لازم يطلع عندي لان حراره الجو ما تستحملش. وبتاثر عليها بس مش التاثير اللي هو زي العنب وزي الموز وزي البرتقال والكلام ده بيأثر عليها. اتكلمنا عن آلية البيع والشراء هنا بتتم ازاي، يعني في الشادر هنا، سواء منك انت للمزارع او تاجر الجملة او منك انت لتاجر التجزئة اللي بيبيع بعد. والله احنا يومنا هنا بنشتغل من بعد صلاة الفجر مباشرة. يمكن في ناس قبلينا بتكون بتستقبل السلع اللي جاية من السفر، يعني في الموجود ده عندي انا، في ناس موجودة قبل انا ما اخش انا كحسابات، في ناس بتخش اللي بتنتظر السلع بتيجي بالليل، بيبتدي يفرش البضاعة بتاعته او يستقبلها ويرص ويعد ويجهز العدد بتاعه، وانا باجي استلم البضاعه دي، بتيجي الناس تشتغل بعد الفجر تخش عليا. عمليه البيع والشراء السلعه دي بيحددها سعر السوق، يعني او معنى اصح الاستهلاك او الوارد عندي، عرض وطلب. الكميه كثيره بينزل السعر بتاعها، الكميه اقل بيكون العرض عليها كثير فبيع السعر بتاعها بيعلى، مش من عندي انا برضه، بيحددوا عوامل ثانيه. في تنسيق بينكم وبين بعض انتم كتجار، يعني انت عندك مثلا سلعه البطاطس
الانتاج جارك اللي جنب منه عنده 3 4 محلات او 5 6 محلات عندهم نفس سلعه البطاطس، بتنسقوا مع بعض ان كنا نتفق على سعر معين ولا كل واحد بيحدد السعر على حسب؟ مش بنتفق، لو ده الاتفاق ده احنا ما بنتفقش على سعر معين، لان انا بجيب السعر ده في سلعه البطاطس مثلا في صنف جوده اقل السعر بيكون اقل، في بيكون سعره يعني انا جايب من تاجر اداني سعر اقل من زميلي فانا ببيع، بس السعر العام بيكون مقارب لبعضه. عشان كده بتيجي ترجل التجزئه بيلف عليكم. ايوه يسال هنا ويشوف البضاعه ويسال هنا بيشوف البضاعه الاجود الاول، بعد كده يشوف السعر اللي يناسبه هو كالمنطقه بتاعته اللي يبيع فيها. ما في مناطق بقى بتبيع بسعر اقل، يعني انا مثلا اقول لك اه ده في السيل منطقه شعبيه مثلا، اقول لك انا السعر هناك في السيل مثلا بهد كده بيتباع، لا بيبيع بضاعه ب 12 جنيه تحت، انا كنت ببيعها ب 15، فكل واحد ايه ده بالنسبه للتجزئه، فكل واحد على حسب المنطقه اللي بيشتغل فيها او بعده من المكان اللي بياخد منه. احنا كمستهلكين بنلاحظ الحته دي، البياع السريح بيبيع بسعر اقل، منطقه زي السيل زي الشادر القديم بتبيع بسعر اقل، منطقه زي العقاد وطن بيبيع بسعر عالي. هل هي نفس السلعه اللي بيشتريها منك نفس المصدر، ولا انت هنا برضو عندك جوده اولى وجوده ثانيه وهكذا؟ الجوده دي في درجات من كل صنف، وبعد كده المكان البعيد بيحكمه السريح ده بيطلع في الشارع يلف، غير صاحب مكان بيدفع ايجار بيدفع كهرباء بيدفع ضرائب بيدفع حاجات تانية، لكن السريح ده خلص اليوم بتاعه بالدوران بتاعه في الشارع، معلش كلمه يعني، او المكان بتاعه شعب زي ما بنقول احنا، لكن الناس اللي في المحلات دي بتكون محكومه بحاجات معينه، كهرباء ميه غاز، ايوه بيحمل التكلفه على السلعه، والسلعه التحميل ده بيجي على مين؟ على الزبون، فالزبون بيحس بالفرق، ان هنا ده بيبيع ب 15 وده بيبيع ب 12، ده بيبيع ب 10 ده بيبيع ب 13 كده يعني. طيب هنا يعني قلت لي بدايه العمل بيبدا من قبل الفجر احيانا هنا، هل يعني وارد انكم تفضلوا طول اليوم مش شغالين، ولا عند ساعه معينه بتلاقي خلاص كل استكفى واللي باع باع واللي اشترى اشترى بمعنى؟ لا سيادتك لو السوق شغال احنا موجودين. يعني في اوقات يعني كان يعني الفتره اللي كان فيها السودان بتاخد والبلاد الثانيه حوالينا بتاخد من هو لغايه المغرب مثلا، ونمشي في بنمشي الساعه 10، في ناس بتمشي الساعه 11، في ناس بتمشي بعد الظهر، في العصر على حسب الشغل بتاعك انت. يعني زبون اه على شغال هنا برضو نرجع لحته البيع، انت برضو بتبيع لتجار التجزئه، هل وارد كله لازم يعني كاش في لحظتها، ولا في بيع بالاجل علشان العمليه تمشي؟ في لكم اليه معينه انتم بتشتغلوا بيها مع بعض يعني؟ ايوه اكيد في، طبعا كل شغل فيه اجل وفي كاش، في ناس بتشتري كاش وناس بتشتري اجل عندك، والاجل ده ليه دفاتر وليه شغل وليه بتاع مضمون ومتزن معاك، بتقيد عليه الكميه بتاعتك، ايوه يورد لك اللي باعه امبارح مثلا تقريبا، ايوه مظبوط كده، في تماشي معاك. وانتم برضه لما بتطلبوا تجاره من بره بضاعه من بره بتبقى بكلمه يعني ابعت لي كذا خلاص بكذا كده، ولا شرط لازم تروح تدفع عربون وتيجي والكلام ده؟ لا انت بتتفق معاه على السعر اللي معاه وبتوصله الفلوس بقى على حسب ايه الاتفاق معاه. انا هبعت لك مثلا هذا ونمشي مع بعضينا نشتغل مع بعض، برضه كلمه شرف مرتبط بكلمة شرف الشغل بتاعنا. في بعض يعني السلع بره في الأسواق حاجي خالد، السلعة بتكون موجودة اشتراها بسعر منخفض فجأة بتسرق عليها زيادة، بيروح يبيعها بنفسها ويزود عليها نفس السعر. يعني أنت البطاطس مثلا سي مثلا الكيلو النهاردة ب10، جات لك إخبارية قال لك خلي بالك الكيلو زاد 2 جنيه 3 جنيه وأنت اللي عندك دي أصلا بتطلعها ب10، هل أنتم بتستنى لما تخلص الكمية اللي عندك دي بنفس السعر القديم، ولا تستغل الفرصة وتروح مزودها بقى؟ لا هو عارف ان السلع دي كانت عندي من امبارح واخد بيها ب10، النهارده ما ياخدش منها نفس العربية او نفس الشغل بتاع امبارح، ما ياخدش بسعر جديد، يقول لك لا ما انا اخدت منها امبارح، فالسعر بيقعد معاه لغاية ما يخلص. اللي جاي الجديد هو اللي بيغير السعر عليه، والكل بيسمع يعني السعر بيسمعك، يسمع هنا ويسمع هنا ان البطاطس مثلا اتحركت في بلادها. فكون احنا بنشتغل على حسب الشغل بتاع كل يوم. زي ما نتكلم عن الاساس اللي بيحكم السوق هنا توافر السلعه بكثره من عدمها، هو ده ازاي برضو عامل من عوامل التحكم في سعر السلعه؟ ايوه لو في كل منظم بطاطس هتلاقي البطاطس ريحت، اكيد ما فيش بطاطس غير عندك انت، هتضطر تلاقي الاقبال عليها شديد من التجار، هتضطر ترفع ده الموجود ده اللي بيحصل. ده بيحصل عرض وطلب، انا لما اكون عندي 50 شكاره وفي 70 واحد عايزينها
اقول السعر بتاعها قد كده. الاول 50 واحد بالسعر القديم بالسعر المعتاد بتاعها وخلاص ولا لا؟ هي بتمشي هي كده يا رب. بس يعني ايه بيبقى عليها ضغط شويه واقبال عليها. بتيجي في مواسم معينه بتيجي الاقبال عليها. مواسم في رمضان في العيد في البتاع ده في ضغط على حاجه سلعه معينه الناس بتاخدها. السعر بتاعها بيكون عالي ما تقدرش تسيب منها كده خلاص. في ختام هذه الحلقة نشكركم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء في حلقة قادمة.